مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم على عدد جديد من فكر سامي الفهري. سبت 4 مايو، شكر خاص للفرقه الموسيقيه، فرقه مزيكا بقياده المايسترو خالد بن عيسى. سمعنا قطعه موسيقيه من الحان خالد بن عيسى. ضيوفنا الليله امين فخفيخ كيفن ليفروند، الممثله المتميزه كوثر الباردي، نوردو. مشاهده طيبه للجميع. أثبت كفاءته كمغني وأثبت جدارته كممثل. سعيد جدا باستقبال بحثنا نوردو. أهلا وسهلا. قبل كل شيء خليني نهنيك، برشا جوائز تحصلت عليهم السنة الحمد لله في التمثيل وفي الموسيقى، أحلى من هكا ما فماش. الحمد لله الحمد لله، توفيق من عند ربي وخدمة خدمة. جمهور موزايك أعطاك جائزة أفضل ممثل مساعد، وتحصلت كذلك في رأس العام بفضل أغنية عايش ليلي على أفضل أغنية جماهيرية بحكم الرقم الكبير نتاع المشاهدات اللي وصلت. وتوا نحكيو على 42 مليون، أكثر 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 من 42 مليون، وحتى التروفي نتاعكم أنتم زاد في موزايك نتاع الجمهور، زاد العزيز الغالي، زاد حاجة تفرح على الآخر. علاش هذه؟ على خاطر غادي وين تبان المزلقية بالحق نتاع محبة الناس ونتاع كمالتهم الحبي، و ما نجم يكون كان قوة قوة ونقطة إيجابية باش نزيد نقدم هكاو. يعنيوا لك الجوائز ولا ليه؟ والله معنى الجائزة بالطبيعة يعني لي برشا برشا، فهمت؟ لكن مانيش نحكي على التروفي، مانيش نحكي على التصوير هذيك نتاع التروفي، نحكي على القيمة نتاع التروفي. الحمد لله نعاود نتذكر التعب هذاك، نتذكر المجهود اللي عملته، نتذكر الصدق اللي تقدم في السين ولا في ولا سير سين زاد، فهمت؟ لو ما تاخذش جائزة تحبط ولا ليه؟ لا ما نحبطش، بالعكس نزيد نقدم ونقعد بيني وبين روحي نقول علاش ما خديتش جائزة سنة، فهمت؟ وبالعكس بالعكس هذيك نقطة قوة باش ناخذ العام الجاي جائزة واللي بعده جائزة. ونبقاو ديما في الارقام الباهيه على خاطر عربوش قريب ال 210 مليون. عندك السرول اكثر مشاهده في تاريخ الاغنيه التونسيه. الحمد لله الحمد لله. عربوش عملت لك النقله، نوردو قبل عربوش وبعد عربوش. شو راهو قبل عربوش فما 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 غنيات زاد راهو معناها عملوا هيتات كيما انا وجيجيا خلوني. خلوني معناها ما شاء الله توقع اكثر من 40، فهمت؟ نحكي سلوات ونحكي لكن اسمع، وزاد واحد هادي زاد يتذكر زاد العباد زاد اللي بدا معاهم زاد في الهيتات زاد، فهمت؟ انا معناها كانوا يعرفوني العباد مع جيجيا ولا يعرفوني اكثر، فهمت؟ معناها وبعد زاد غنيت وحدي وبعد مع ياسين سانفارا معناها زادوا عرفوني اكثر، فهمت؟ بحكم بيت نحارب، فهمت؟ بعد العباد قالوا مروان بالفيتات، فهمت؟ يا اخي عملت عربوش ويا دنيا مع بعضهم معناها، فهمت؟ فرد عام الزوز رح. اكثر من كلمه مروان بالفيتات، مروان رفرانيست. الساعة كلمة رفرانيست انا ما تنقصش مني، فهمت؟ انا مانيش رفرانيست. لكن ما تنقصش مني راهو الكلمة، بالعكس راهو رفرانيست عبارة جارديان 50% من الليكيب، فهمت؟ ليه يا اخي هو الهوك، الرفرا هو هو الحاجة اللي تتعاود، هي 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 اللقطة في الغناء، فهمت؟ شنو هي الغناية؟ لكن انا مثلا راهو انا اللي نحب معناها، حتى واحد مثلا ما جاني قال لي مروان نحبك تشد لي روفران، فهمت؟ انا في الغناء مثلا نشوفها غادي وناقف، فهمت؟ ومش معناها ما نجمش نكمل، بالعكس. كنت بصراحة ديما اسمعني هادي سامحني، ديما راهو حتى في فيتشرينج ديما خموا في مصلحة الغناء، فهمت؟ ما خموش كون يغني أكثر ولا، فهمت؟ أنا اللي تحطيت معاهم خممنا في الغناء في التراك، فهمت؟ انت اللي جاي من بعيد كنت تتصور باش يجي نهار من نهارات تقعد فيه على الكرسي هذايا تحكي مع التوانسه بالارقام هذه وتحكي على الجوائز والنجاحات؟ كنت تتصور النهار هذا؟ كنت نشوفها وانا صغير الحقيقه، كنت نشوفها وانا صغير هكا ستار هكا قدام الجمهور، وخاطر ملي انا صغير نغني من قبل حتى اليوتيوب من قبل كل شيء، ملي انا صغير صغير ونحكي لك صغير بالحق صغير صغير نغني. لكن الحمد لله بالحق حلمة كما قلت انت، حلمة وقاعد معناها
كل يوم قاعده تكبر وكل يوم قاعده نشوفها تكبر. نحكي مع التوانسه وبالكاليبر هذا الحمد لله اللي انا فيه تو بكل تواضع نحكي معاك، لا لكن كنت نشوف قبل وانا صغير الشهره والحكايات هذوك، فهمت؟ ش عطاتك الشهره وش اخذت منك؟ والله الحقيقه اعطتني محبه الناس اللي كنا نحكيوا عليها في الشارع في بارتو وين مندور هذه بالحق، معناها في تونس ولا خارج تونس، معناها فهمت؟ بلوس برشا فلوس. كيفاش برشا فلوس؟ الارقام اللي عملتهم يجيبوا لك برشا فلوس. والبرشا فلوس وين يمشيوا؟ الانسان معناه يحب يخدم، والانسان مغروم، والانسان قلت لك زاد قبل هي اللي اختارته الحاجه مش هو اللي اختارها، فهمت؟ قلت لك ملي انا صغير فهمت من قبل كل شيء كنت نغني، فهمت؟ نتذكر معناه حتى قبل بلتي وقت اللي تقابلت انا وياه 2009 2010 وقتها قال لي مروان راك ستار عند لي ستار وقتها، هذه معناها عبيد قليله يعرفوني مش الناس الكل، فهمت؟ معناها حوم مكاية وشويه، فهمت؟ بلتي وقتها سمعني وحب صوتي بالكدا فهمت؟ ونستناو في الفيت مع بلتي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. به رجعت سنة زاد بوابه التمثيل مع سوسن مرة أخرى، سوسن الجمني. يقال في الكواليس أنه كنت من الأول مرشح لدور إبراهيم ومن بعد ما كتبش. شكون اللي ما كتبش ساعة؟ الدور ما كتبش ليك، شال نضال. والله صحيح هذا ماهوش اختياري أنا، هذا اختيار سوسن وسندس، نحب نوجه لهم تحية. وأنا ولا نضال اللي هدي راهو المفيد للبروجي ينجح، فهمت؟ غششت؟ ما تغششتش على خاطر الحقيقه انا نحكي معاك وتعرفني هذه، معني ما تغششتش على خاطر تغششت معني مع روحي، على خاطر في الفتره هذيك انا كان لازمني معني نتلاقي بحاجه كان نحبها وفهمت وكاو سينو ربي وفقه نضال وادى الدور ونجح، ومش بشهادتي انا معني بشهاده الجميع الناس الكل معني قالوا في كلمه خير، فهمت؟ معناتها انك تكون موجود في مسلسل زاد. وين تحب توصل بابا انت؟ قول لي وين تحب توصل وانا راني معك. نتعارك ونشد نضال انا وين نتعارك ولا شنو؟ قول لي. نضال قلت لك ادى الدور. مش تتعارك انت ونضال. ماذا نعمل؟ قول لي. الدنيا ماهي. في التليفون قول له يا اخي اش بيك انت نضال؟ ماهي اش دخله هو نضال؟ يا هكا انت ما فهمتكش شنو تحب تعمل. نضال ما عنده حتى دخل. انت نضال انسى انت اش بيك؟ نضال سي بون جو بي وخويا نضال ونكلموا في بعضنا. انا نحبك برشا. حتى انا نحبك برشا، اما تو اش بيك؟ ما بين انا ونضال انت ايش بيك؟ نضال لا قلت لك ادى الدور. انا قلت لك شوف فما وجيعه، شوف فما وجيعه يحسها عبد. لا لما تستانس بالنجاحات تستانس انه البيبان محلوله قدامك. الحمد لله. اسمعني هذه لحظه سامحني قص على كلامك، راهو كيما ما مثلتش دور ابراهيم عملت انا والليل ما شاء الله تو قريب 60 مليون ما شاء الله، عملت فيلمين مع بعضهم راهو ما شاء الله تو فاتت ال 40 مليون، معناها ما وقفتش ما قعدتش، فهمت هذه؟ معناها هذا الموضوع اللي كنا نحكيو فيه، معناها حتى كان ما خذيتش حاجه ولا ما خذيتش تروفي ربي يعوضك من حاجه ابار انه ربي يعوضك، اما انت لازمك تسعى باش ربي يعوضك، ما تقعدش قاعد وتخرنن وتحب كل شيء مثلا يجيك ولا، فهمت؟ سينو نحب بالحق هذه نحب نوجه لهم تحيه، معناها كوسوسوا نضال ساوسن سندس بالحق، معناها تريزا مزيانه مش انا زاده باش نحكي عليهم، ونضال ادى الدور وسنا زاد اكد معناها فهمت حتى بالسيكونس نتاع العرس كيفاش، ومعناها ان شاء الله ربي معاهم الاولاد ونحبهم من قلبي. وكاو كلمتك ساوسن من اجل فلوجه، عملت كاستينج اخر؟ لا لا غير ما عملت كاستينج، خاطر معناها سندس وساوسن كتبوا لي خصيصا، فهمت؟ مجازفه انك تمثل دبل رول؟ بالطبيعه صعيبه سهار اللي كل يوم يشيخ، اللي كل يوم ما يفلت حتى شيء، معناها شو بيدو اللي في ستوب، فهمت؟ معناها الانسان الرزين اللي يحب العباد الكل، معناها تشد سيره المستقيم، البلاد لازمها تكون نظيفه وكاو. اسمع ونشوف فيها دي، راهو نشوف فيها حتى من الامنيين اللي عندنا بالحق، نحب نوجه لهم تحيه، الناس الكل معناها بالحق اللي في الكياس، الناس الكل معناها ظاهر فرحانين كيفاش حتى الدور اللي اديته، معناها فرحانين بيه، معناها ما همش بالعكس، معناها قالوا لي مروان راك نورتنا بالحق، وفما شكون حتى اصحاب مهنه في الخدمه هذه معناها اللي هما في ستوب، معناها قالوا لي كيفاش حتى في تدوير السلاح، كيفاش الغزره، كيفاش بالحق كيفاش
ما على اساس ما في بالي بشيء، كيفاش الخفه نتاع كي نسمع وبعد نرجع نقعد وما فما شيء، فهمت؟ انت قربت من ناس معينين باش تنجم تكتب روحك الشخصيه هذه ولا لا؟ شوف هذه ابار اصحابي، معناها بالحق عندي انا اصحابي، معناها فهمت اللي ما عندهمش الحق يوريوني سر المهنه، نركز معاهم هكا شويه حتى في الطبيعه، وسينو افلام معناها الاكثريه افلام، فهمت؟ معناها انت نتفرج في دي سيكونس هكا نتاع واحد بوليس هكا، كيفاش ردت فعله، كيفاش يتبع، كيفاش، فهمت؟ برشا تعليقات ايجابيه على الاداء نتاعك. النوردو نتاع فلوجه طلع كاسح برشا على النوردو نتاع الفوندو. يعني حتى في الفوندو راهو بيرسوناج اخر اديته لين العباد وصلوا قالوا هذيك طبيعته، فهمت؟ اي وكانوا قالوا مش يمثل معناتها. صحيح فهمت. وسوسن قالت لنا ديجا، قالت لنا مروان راهو اي واحد باش يشوفكم تمثلوا راهو عباره معناها ما عملنا حتى شيء، فهمت؟ وفما تعليقات اخرين انه نوردو شخصيه عنده كاريزما، موهوب في الغناء، ناجح وعنده القبول، تحبوا الكاميرا، يسهل عليه برشا التمثيل، هذا صحيح ولا لا؟ والله هذه حاجه من عند ربي، انا الحقيقه هذه ما نعرفش، ما نقفش معناها قدام كاميرا وندورها باش نشوف روحي انا، اسكو فهمت؟ هذا راي الجمهور وراي الناس، نقدرهم برشا ونعزهم برشا وبرشا حب. انا قلت لك مثلا كان نقطه ايجابيه لي انا. شنو احسن سيكونس صورتها؟ والله احسن سيكونس ما برشا هما هذه الحقيقه، انا ما مثلتش برشا، لكن فما تريكن برشا معناها مع دالي، نوجه له تحيه، محمد علي بن جمعه، فهمت؟ السيكونس نتاع وقت اللي طالع لولده وانا هابط وهو ما يعرفش انا شكون، فهمت؟ وقلت له فاش تعمل ومن بعد مع الحيط هكا، فهمت؟ هذه بالحق انسان محليه برشا، وقديش معناه يعاون في الخدمه، وقديش معناه أوزر كيفاش معناها بالحق ذاك الكل صار، فهمت؟ ذاك تعقل روحك هنا ماستر الحقيقة لهنا في البيرسوناج وفي السيد اللي باش يمشي معناها بالحق، معناها بكل نقمة باش يعمل عملة خايبة لولده، فهمت؟ والحقيقة الخدمة معاه كانت ياسر مرتاحة دالي بالحق، هادي راهو يقول لي اضرب اكبس انزل، ساعات نقول له سامحني دالي، فهمت؟ خاطر انا استنست مع ياسين بن قمر ومع نضال ساعات كيف الفريع حتى في الفندو لهنا، راهو فما ثلاثة درجات هبطتهم له، راهو فهمت معناها هبطتهم له مع بعضهم، والشدة نتاع مرفقي في 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 كرومته زادة، فهمت؟ السيكونس اللي ضحكتك برشا؟ السيكونس اللي ضحكتني برشا سيكونس ما غير ما نذكر الاسم، معناها ديجا هو توا يعرف روحه شكون ويعرفوه حتى اللي غاديك في السيكونس نتاع المحكمة وقت اللي حكموا عليهم الكل، فما شكون رقد، فهمت؟ فما شكون رقد ويشخر، فهمت؟ يشخر بالقوي، فهمت؟ رقد من هذومك؟ حاسينه فما شكون رقدوا كاو من الممثلين ولا من الممثلين؟ خذيته عينه مسكين بالحق برشا تعب هادي، وراه نقعدوا حد هيك شي للصباح معناها نصوروا في السيكونس، فهمت؟ حاسينه بنية ولا وليد؟ خذيته ولا وليد؟ وليد وليد خذيته عينه دوك شادك الضحك؟ المشكلة أنا راهو شدني الضحك، العباد الكل ضحكنا الحقيقة، معناها الناس الكل ترشقنا بالضحك وبالعكس كانت حاجة باهية، خرجنا من مود نتاع برشا تعب، فهمت؟ وكيف فاق شنو ردة فعله؟ كيف فاق هو بيدو فاق يضحك، معناها هو بيدو فاق ترشق بالضحك على خاطر شفنا كلنا نضحكوا، فهمت؟ باهي باش نعمل معاك اللعبة الأولى، عملتها ولا ما عملتهاش؟ يلا حبيبي يلا معاك. عملتها ولا ما عملتهاش مع نوردو؟ نوردو نسألك أسئلة وأنت تقول لي عملتها ولا ما عملتهاش. فما حاجات من وحي المسلسل، فما حاجات مش من وحي المسلسل. عملتها ولا ما عملتهاش؟ هربت من دورية متاع حاكم. أنا الفتى النظيف مهذب لطيف. معناه أنا كي نهرب من دورية متاع حاكم نولي في صالة مش نورمال وأكسح واحد في الدنيا. صحيح نسكن في حومة شعبية وتحية ل 5 ديسمبر الكرم تريس أوت معناها كل، لكن ما واتيتش باش نهرب من دورية متاع حاكم. منك عشت في الجاهلية شوية؟ عشت في الجاهلية شوية. في الجاهلية؟ على ساقي مش
اي هربت من على ساق من الدوري. ما وقت على بعضه فهمت كيفاش. اي دونك ريال ما في الجاهليه عملتها. لا 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 الله اخويا هكا وهكا هاي هكا وهكا مزبوط. اثنين عملتها ولا ما عملتهاش؟ وصلت حطيت حياتك في خطر من اجل انقاذ شخص. أنه موقف تتذكر في السؤال هذا؟ ديجا السجن أكثر من السجن ما فماش موقف آخر فهمت؟ أبار السجن معناها ديما أنا ما نحبش راهو مشاكل يصيروا هذا حتى في حومتي. نعم الناس تعرفني معناها برشا عباد ديما يقولوا لي مروان ما عادش تدخل روحك معناش مدخلك فهمت؟ حتى نلقى زوز يتعاركوا ولا معناها ندخل بالحسنى ديما فهمت؟ فما اللي يحشم مني فما اللي نكبش معاه فهمت؟ شو معناتها تنجم تريسكي الحبس وصلت تنجم تريسكي الحبس من أجل انسان بالطبيعه هاي وصاحبي خويا فهمت وجاله تحيه فهمت معني شعمل سيد مشكله هي مشكله فهمت معني هزيت هنا الحكايه كله وكا والحمد لله تو ان شاء الله ربي سهل له عرس وشاف حياته وفرحان باللي هو فيه تو على الاخر فهمت ويرالك بيه بالطبيعه خويا صاحبي فهمت نشوفه برشا مرات يطلع جمهور معاك على الركح مقبول حاجات كما اللي تشوفوا فيهم ولا لا الحقيقة أنا نحكي على روحي راه ما معناه منيش نحكي على العباد عندي أنا مقبول ومقبول جدا علاش على خاطر هذيك الراه محبة كي ريسكا هو وتجاوز برشا حاجات معناها هذي باش يوصل معناها حتى يقرب لي كي ويعمل معايا تصويرة شو ما عندوش الحق فهمت معناها ما عندوش الحق مثلا باش ما عندوش الحق مثلا باش يفوت عباد تخدم على رواحها زاده كما مثلا الامن نحب بالحق نحب زاده نوجه لهم تحيه ونقول لهم زاده يرحم والديهم هما زاده كانوا فاهمين معناها وعارفين محبه الناس المروان فهمت هذاك علاش فنانين يقول لك نقول لهم كي نقول لهم مثلا كي نقول لهم سيبوه معناها خليوه سيبوه معناها فهمت خاطر الحقيقه هذه راهو العبد هو هذاك هو اللي انا جاي على خاطره فهمت ما لازموش يتمس بحتى شعره فهمت عملتها ولا لا رفضت الرشق ولا هدايا تقدمت لك ديما نعملها ديما لكن الهديه مش عربون محبه الهديه تنجم تكون مثلا بريفي فهمت ينجم يعرفني في الدنيا ونعرفه في الدنيا ونولي اصحابي هدي لي كادو فهمت ونقبله فهمت جاتك هدايا جاوني برشا هدايا فهمت كيما علاش الكيما مثلا كان هدولك حاجه غير قيمه هدولي انا ما كذبتش عليه قلت لك هدولي برشا هدايا قيمه جدا كراهب انت تو تحب تعرف مجوهرات الباقي تحب تعرف اي ما نحب نعرف بيان سور اسمعني هدي راه وريت نقول لك هدايا قيمه ديجا كي اسمها هدايا قيمه عندي قيمه من نوع قيمه من نوع نتاعي انا فهمت خمه في وجاب لي كادو فهمت يحبني برشا كادو كيما الكادو اللي ما يتعطاش كيما الكادو اللي ما يتباعش اي حاجه تصورها في مخك وعلاش ترفضوا منها نرفضوا لخاطر الراه فيس قدام الناس فهمت ترشقوا عليك فلوسها بالطبيعه وتصوروا حتى دي فيديو فهمت وترفض بالطبيعه مش راهو نرفض معناه باش نوجعوا هو فهمت اما نوريه مثلا اللي غلط اللي يعمل فيه مثلا رشقت ولا لا انت على شكون لا الحقيقه ما نرشقش انا ترشق باش نرشق علاش نرشق دخلت كي شفت امراه تتعرض للعنف عملتها ولا لا عملتها عندها برشا وانا صغير و يا اخي هي في الاخر معناها قالت لي معناها كيما نقولوا شو مدخلك فهمت ما فهمتش فسرها لي معناها عملتها كي هو ضربها راه ضربها بالحق معناها عنف عنف راه نحكي لك عنف 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 على الاخر فهمت كي ما خليتوش انا فهمت وما عجبتنيش على خاطر كمان واحد عنده اخوات وبنات ولا فهمت هبطت تحز اي هبطت نحز كي هو ما عجبتوش كيفاش انا نحز معناها قمنا معاه بالواجب هذا نحكي لك وقت الجاهليه فهمت يا اخي ما عجبتهاش فهمت يا اخي خليتهم ومشيت فهمت عملتها ولا لا وقتها كان لي درس معناها مش ما عادش ندخل روحي اما ما عادش رد الفعل معناها ماذا بيه ما يتعاركوش وكذا عملتها ولا لا انك تخرج سهريات متزقلم وتعمل سهريات كيفاش تسهر في الليل تسهر والله الحقيقه هذه انا حقيقه معناها ومني سهر وتنجم تسال حتى برشا عباد تعرفهم انت يسهر ويقولوا لك معناها فهمت معناها انا مانيش مغروم الحقيقه بالسهريات علاش على خاطر عملناش شيء هذه الحقيقه معناها
قبل نحكي لك خرجنا وسهرنا وقت اللي معناه السهريات فيل وقت اللي يكون شيء فيل نحن عملناه فهمت. وما نكذب ما نكذبش عليك ما نعرفش اسكو عمر واحد يرزن مانيش فاهمه هادي اما وليت نخير الحقيقه الدار استوديو حتى استوديو عندي في السوسول في الدار انا معناه كل شيء في الدار يحكيوا لك الكل ما نخرجش من استوديو جمله 24 ساعه على 24 ساعه حتى كي يحبوا يخرجوني الاولاد مثلا باش نبدل شويه المود ونتفرهد هكا ويقولوا لي هاي نبدلوا شويه جو نحب نطلب منهم السماح مر لهم معناها من با 4 ساعة نقول لهم هيا 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 فهمت عملتها ولا ليه؟ تنجم ترجع من الثنية من شطر الثنية لأن حوايجك عندك شك أنهم ينجموا ما يعجبوش ولا فيهم نقد وتبدل حوايجك عملتها ولا ليه؟ عملتها 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 ما مهووس باللبسة ما بعدش على الدار الحقيقة ما بعدش على الدار سينو معناها نبدا معناه ماخو احتياطات فهمت ما نهزش مثلا كي نمشي نغني ما نهزش تبديله واحده فهمت معناه نهز زوز ثلاثه تبديلات فهمت باش نشوف انا هي اللي تبدا متناسقه مثلا مع السين مع فهمت معايا انا نفسانين واسمعني هذه ريت حتى وقت الجاهليه كما تقول انت معناه كنا مغرومين من باللبسه معناه تعرفني من اللي انا صغير معناه ومانكان زاد كنت نعمل مانكينات صحيت عملت مانكينات ثلاث سنين فهمت معناه واحد مغروم فهمت من قبل وكاو علاش ليه وبالعكس معناه واحد بيرسوناج بيبليك توا ماذا بيه ديما ظهر في ابها حله تلبس المقلد ولا ليه؟ حقيقة لا باهي ويقلق ولا معني وراه سامحني هادي راه بالعكس معناه ما يقلقنيش اللي يلبس المقلد وكان نلقى حاجة أنا تواتيني ومحلاها على الآخر في المقلد راني نلبسها معني عادي على الآخر فهمت شو ما نصورش بها كليب ما 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 نصورش بها ما نعملش بها معناها ما نهبطش بها مثلا دي ستوري ولا حاجه اما نقعد بها مثلا ندور بها في الحومه نمشي نعمل بها قهوه فهمت؟ باهي شريت لبسه شيخ عليها تلقى فنان اخر لابسها شريت لبسه شيخ عليها تلقى فنان اخر لابسها اي تتصور بها ولا ليه؟ لا ليه ما نصورش بها ما نصورش بها يعني نقعد لباسها مثلا ما نصورش بها فهمت؟ ايه خاطر معناها انت تعرف العباد اش باش تقول معناها فهمت؟ كوسوسوا انا لبست وواحد خذا لبسه كيف نفس فهمت؟ معناها باش نظهروا عبارة نقلدوا في بعضنا فهمت؟ وفي المسلسل تعبتهم الا في اللبسه اكزيجون تبدا على الاخر ومتطلب اي باش نقول حاجه لاول مره بحذاك انت هذه في اللبسه اللي في المسلسل لبستي انا الكل معناها اه رتحتهم رتحتهم ايو وكاو معناها كان اختيار مني انا ومن سوسن فهمت معناها سوسن تحب لبستي برشا وعجبتها لبستي بروبوزيت عليا لبسه يا اخي كملنا في السياق هذيك وليت بلبستي معناها الكل فهمت معناها بالاكسسوار الكل فهمت لبسه المسلسل دونك تو موجوده في الجاردروب نتاعك بتبيعها باش تعاود تلبسها في محطات مثلا كي باش نشطح جوزي في لبسه هذيك ما نعرفش راني قلت لك عملتها ولا ما عملتهاش؟ استهلكت مواد مخدره ديريكت عملتها هاي البطاقه وانا صغير وزاده مش مواد مخدره كيفاش هذه الساعه؟ مواد مخدره معناتها كل ما ينجم يدخل كاساس مواد مخدره جربت عملتها وانا صغير جربت كل شيء وانا صغير والحمد لله معناها فهمت هذه انا خرجت من دارنا قلت لك عمري 14 سنه فهمت معناها 14 سنه واحد في الشارع راهو الحمد لله معناها ما هزش ربي امانته ولا الحمد لله مش التو في السجن ولا اللي ريته واللي تعديت به واللي شفته عباد مسبحه والناس ديف المسبحين يشوفوا في طفل صغير مثلا في السونتر فيل يدور وحده فهمت وصلت للمرحله هذه وصلت للمراحل والحمد لله والمراحل هذوك هم اللي يصنعوا من الانسان راجل ويردوا معناها مش بشرط هي على خاطر زاد يصنعوا هذوك منحرفين وخريجي سجون نوليو نرجعوا زاد للاصل نوليو نرجعوا زاد للصغر بوك وامك كيفاش ربيوك شنو اللي حصنك نوردو باش ما تنهارش معناتها ولد صغير تقول لي نحوس في السونتر فيل كان في السونتر فيل صبحت في البلايص الكل هذه راه مشيت لحوم الكل معناها كان فما شكون يرى فيا توا راه متذكرني وراه يعرفني فهمت قدام المسرح البلدي انا معناها تعلمت الدخان غاديك مثلا قدام المسرح البلدي على كالدروج هذاك فهمت وندوخ من بعد كي نهبط من الدروج نهبط داخل خاطر ما نعرفش حتى نكيف سيجار وقتها فهمت نحكي لك على سيجار ومش لازم حتى نسميه شنيا فهمت
فاهم. واللي حسني أبار الوالد اللي كان صعيب معايا وما كنتش فاهمه أنا الصعوبة متاعه ما كنتش فاهم وقبل في بالي هو معناه ضربك. أي بالطبيعة ضربني دي أكثر أني قلت لك معناه وفي مصلحتي الكل وأنا ما كنتش نعرف شي هذا. ولاد حومتي زادة هذه زادة ولاد حومتي الكبار ولاد حومتي اللي أكبر مني في العمر معناه عبيد معناه قدم بالرسمة في الحومة راهو وعاشوا حياة معناه يعرفوا الريسك ويعرفوا الباهي والخايب يحبوني برشا فهمت يحبوني برشا خاطر ما عنديش خواتي أكبر مني هكا يعني عبارة الطفل المدلل في الحومة فهمت. شو الحدث اللي صار باش قلت مبطل هذا الكل هذا الكل ما عادش يلزمني؟ لا الحقيقة هذه المسؤولية فهمت اللي هي اللي هي الوليد فهمت أنا بابا ما وكلنيش الحرام فهمت ونتذكره كيفاش مع كيفاش قبل مثلا يروح بالموتور نتاعو كانت عنده سونتروا وقتها يروح بها مثلا في الصباح ويعاود يمشي يخدم ونتذكره هذاك فهمت ما يحكيش راهو بالديتاي شنو هي سوف راهو فهمت ما ينجمش يحكي لنا بالديتاي اما الحمد لله جاب راجل يحس وحتى ما يحكيش بوه يشلق بيه فهمت حتى بالروجار يشلق اللي البو تاعو واللي لازم ولده يهز عليه معناه وبين القفه شنو الغنايه اللي تحب تهديها للناس اللي يتفرجوا فيك توا؟ انا وياك انا وياهم نحب نبقى انا وياهم بالحق هذي ما نعرفش استناس ولا ما استناس معناه استناس بعبيد تحبني وراني نحكي معاهم في بالي كان اللي فان بتاعي كل يوم نحكي معاهم يوميا يعني. يوميا نحكي انا وياهم فهمت يعني عطيهم وقت كبير برشا فهمت ان شاء الله ربي يعطيني القوه ويقعدوا وتقعد المحبه هذه معناها وتزيد تكبر بالعكس ما توفيش انا وياك نردو ونلتقي بعد الفاصل